السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة المرحلة الثالثة ضمن مادة ميكانيك التربة أو ميكانيك التربة النظري، إحنا سبق ونوهنا أخذنا بالمحاضرة السابقة اللي هو سويل كلاسيفيكيشن، وصنفناهن بصورة عامة إلى 3 تصنيفات: اعتماد نمبر 1 على التكستشر، النوع الثاني اعتماد على التصريف أو التصرف الهندسي engineering behavior، وصنفنا التصرف الهندسي إلى 2. أما نصنف التربة على أساس الآشتو اللي هو التصنيف الزراعي ويستخدمونه البرانش اللي باتجاه الزراعة، والتصنيف الثاني اللي هو اسمه اليونيفايد كلاسيفيكيشن سيستم، نظام التصنيف الموحد، وهو النظام المعتمد لتصنيف التربة المستخدمة ضمن حالات الكونستركشن والبناء، وهي اللي راح تهمنا ضمن مجال عملنا بالهندسة الإنشائية والهندسة الموارد المائية، باعتبار انه يصنف التربة استخدمها ضمن الكونستركشن. راح ناخذ بهذه المحاضرة ملخص بسيط عن هذه الطريقة، بالإضافة إلى البروسيجر المتبع مع خطوات مع استخدام الشارتات لهذه الطريقة، وكيفية تصنيف التربة اعتمادا على تصرفها الهندسي باستخدام طريقة اليونيفايد كلاسيفيكيشن سيستم. بالحالة الأولى احنا حتى نصنف التربة، هي بالمناسبة احنا حتى نجري عملية تصنيف التربة لازم أول خطوة نسويها هو التحليل اللي منخلي، وأنا أكدت على هذه الخطوة بالمحاضرة السابقة اللي هو أنا لازم أجري تحليل المنخل السيف أناليسيس للتربة، تمام؟ وللترب الناعمة نستخدم لها المكثاف أو مقياس كثافة السوائل الهايدروميتر، بحيث اني لازم نجريها السيف اناليسيس والهايدروميتر للتربه يلا ندخلها الى عمليه التصنيف، تمام؟ حتى نعرف نسب العابر من المناخ القياسيه. هذه الحاله الاولى لازم نجريها. هسه بعد ذلك، بعد ما اجرينا عمليه التحليل السيف اناليسيس والهايدروميتر، نريد نجي نصنف التربه باستخدام طريقه اليونيفايد كلاسيفيكيشن سيستم. شنو اول خطوه تسويها؟ اول خطوه تروح احنا موعدنا السيف مال المناخل كذا كذا، منخل الى منخل، نوصل رقم منخل رقم 200. اول شيء تتابع منخل رقم 200، تسوي له تشيك اب. شلون تشيك منخل رقم 200 اللي هو القطر مالته 0.075؟ تشوف نسبه العابر من عنده، ايش قد نسبه الفاينر البصنج من عنده العابر، اكبر من 50% لو اقل من 50%، اكبر لو اقل. اذا اكبر من 50% فالتربه ناعمه، اذا اكبر من 50% العابر من منخل رقم 200 فاذا التربه ايش تتصنف؟ ترب ناعمه اللي هي سولت او كلي او ترب اورجانيك مواد عضويه، واذا اقل من 50% ايش تتصنف التربه؟ تربه خشنه سويل از كورسز، يعني اما جرافل او ساند. هسه هنا ما عرفنا شنو بالضبط هي سولت او كلي او الصنفين، المهم ان ما نسبه العابر اكبر من 50% فهي تصنف تربه ناعمه سولت او كلي او اورجانيك، واذا نسبه العابر اقل من 50% يعني هنا تربه خشنه اما جرافل او ساند. هذا اول تشيك اب تسوي، اول خطوه تسويها من يجيك السؤال، تمام عيني؟ تروح هسه على الخطوة الثانية، إذا كانت التربة ناعمة يعني نسبة العابر من منخل رقم 200 أكبر من 50%، أول ما نروح على منخل رقم 200 نروح على الشارت اللي احنا نسميه البلاستيسيتي شارت، مخطط لدونه. هذا البلاستيسيتي شارت، هذا الشارت راح أوفر لكم إياه واضح ضمن حتى ترفقونه ضمن ورقة القوانين اللي يدخل وياكم من الامتحان. هذا لما نستخدمه للبلاستيسيتي شارت نستخدمه للفاين جرين سويل، يعني التربة ناعمة الحبيبات، يعني نسبة العابر من منخل رقم 200 أكبر من 50%. هسه نجي نحدد هل هي التربة سلطية غرينية لو كلي طينية لو أورجانيك عضوية. حتى نحدد راح نستخدم هذا الشارت اللي شنو قلنا اسمه مخطط اللدونة أو يسمونه الانجليش بلاستيسيتي شارت. حتى ندخل لهذا الشارت نحتاج 2 محددات: حد السيولة ومؤشر اللدونة. حد السيولة الليكويد ليميت يعطيك اياه بالسؤال لهذه التربة، لكل تربة مثلا تربة A صنف A هذا الكود ليميت إلها، صنف B هذا الكود ليميت إلها، صنف C، تمام عيني؟ وكذلك مؤشر اللدونة اللي هو البلاستيسيتي اندكس. لازم عندنا ذن الشرطين متوفرين حتى ندخل الى مخط الى يعني احنا نسميه الشارت او بلاستيسيتي شارت. البلاستيسيتي شارت راح يجيك بهذه الصيغه، الاكس اكسس مالته الليكويد ليميت يعطيك اياها بالسؤال لهذه التربه الليكويد ليميت 50 60 70. اول شيء
اذا تلاحظ هذا التشارت ومنها البلاستيسيتي اندكس اللي هو ليكويد ليميت ناقص بلاستيك ليميت. نجي قيمه الليكويد ليميت ايش تسوي؟ تسقطها. طيب دكتوره اكو سي ال سي اتش او ام ال ام اتش او ال او اتش، شنو هو الحد الفاصل؟ شنو هذا الاتش؟ الاتش يعني هاي بلا هاي ليكويد ليميت، واللو الال يعني لو، يعني لو ليكويد ليميت. زين دكتور شلون اعرف لو هاي؟ الحد الفاصل هو 50. انا سبق ونوهت اخذته بالمحاضره السابقه، قلنا اذا التربة قيمه الليكويد ليميت مالتها اكبر من 50 فشنو تصنف؟ هاي هاي بلاستيسيتي يعني سي اتش او ام اتش او او اتش. لكن اذا كانت قيمه الليكويد ليميت اقل من 50 فشنو تصنف؟ لو، اللي هي اما كلي لو بلاستيسيتي اندكس يعني لو، او احنا سبق ونوهنا قلنا التربل سلت شنو رمزها؟ ام، اما ام ال او سي ال او او ال اورجانيك ال. فاذا الحد الفاصل بهذا هو الليكويد ليميت. هذا موضحت احنا اني لك هذا لاحظ هنا هذا الليكويد ليميت 50، اذا اقل من 50 شنو يصنف؟ لو، واذا اكبر من 50 يصنف هاي اعتمادا على الليكويد ليميت. تجي تحسب قيمه البلاستيسي اندكس وتسقط السقط القيمة إذا وقعت فوق الخط، وتحسب الأي لاين، الأي لاين موجود بالشارت راح يجيك قيمته. هذا الأي لاين هو 0.75 أفتح قوس ليكويد ليميت ناقص 20، تحسب هاي القيمة. إذا ظهرت قيمة الليكويد ليميت للتربو أعلى من هاي القيمة إذن هو يصنف ضمن الكلي، وإذا أقل لا اذا نصنف ضمن الغري. يعني دور سقط القيمتين نسويها هنا، قيمه الليكويد ليميت مع قيمه البلاستيسيتي الاندكس للتربه، وصارت القيمه هنا وقعدت لك القيمه هنا تمام. هذا طيب دكتوره هذا الخط شلون ارسمه؟ قلت لكم تحسبونه من هذا المقدار 0.75 افتح قوس ليكويد ليميت ناقص 20، سقطت التربه هنا تمام، التربه صارت هنا مقدارها. اذا هاي اذا صارت هنا قيمتها، اذا شنو تصنيفها؟ التربة بصورة عامة إذا صارت هنا قيمتها، إذا تصنيفها ضمن الكلي. بقت الليكويد ليميت مالتها شقرة أكبر من 50 لو أقل من 50؟ أكبر من 50 تروح على الهاي سي اتش، أقل من 50 تصير سي ال. هنا وقعت قيمتها بهذا المقدار هنا أو هنا، فتبقى ضمن السلت، السلت اللي هي ام اتش أو ام ال، لأن الأورجانيك إحنا صراحة ما يهمنا هاي التسمية، يعني تعتبر تسمية زراعية. يعني احنا تهمنا يعني لانه يعني مواد عضويه وغيرها. فاذا تروح على البلاستيسيتي شارت اذا كانت التربه ناعمه الحبيبات، يعني العابر من المنخفض رقم 200 اكثر من 50%، نستخدم البلاستيسيتي شارت. طريقه استخدام البلاستيسيتي شارت شرحنا عليها. زين اذا كان سقطنا دكتوره منا الليكويد ليميت مع البلاستيسيتي اندكس ووقع ضمن هذا الخط المظلل، شنو تسمى التربه؟ تتسمى التربه نفس هذا الاسم. شنو اسم الاسم هنا الموجود؟ اسمه سي ال ام ال. يعني اذا كانت قيمه الليكويد ليميت 10 سقطت، وقيمه البلاستيسيتي اندكس مثلا 5 بعد ما حسبتها، اللي شلون ليكويد ليميت ناقص بلاستيسيتي ليميت، تحسب البلاستيسيتي اندكس مثلا وقعت هنا طلعت قيمتها 5 ومنها 10، فوين وقعت النقطه؟ نقطه الاشتراك بيناتهم ضمن هذا الجزء المظلل. شنو اسم هذا الجزء المظلل؟ سي ال ام ال، يعني كلي لو بلاستيسيتي ولو ليكويد ليميت وام لو ليكويد ليميت او لو بلاستيسيتي، فهنا تتصنف. يعني اسم صنف التربه سي ال ام ال مباشره تاخذه اذا وقعت ضمن هذا المربع المظلل تمام عيني. واذا هاي القيم هاي بلاستيسيتي لو بلاستيسيتي من هذا المقدار تتصنف. هذا هنا شو اسمها التربه اذا وقعت ضمن المنطقه المظلله؟ نسميها سي ال ام ال تمام عيني. بهذه الصيغه هسه هنا عرفنا تصنيف التربه الناعمه. التربه الناعمه شلون اول تصنيف لها شنو هي؟ لازم العابر من المنخفض رقم 250. هسه راح اذا نروح الى سؤال بس توضيح بسيط بالبدايه. لاحظ عندك هاي التربه، هاي هنا سيف اناليس والديميتر، هاي ترب معينه، تربه اي، تربه بي، تربه سي، تربه سي سي دي. اذا اريد اصنف اول شيء اروح على منخل رقم 200. هسه تربه اي ايش قد العابر من منخل رقم 200؟ صفر. اذا شنو؟ اقل من 50%، فايش تصنف التربه هنا؟ تربه خشنه، بس ما اعرف سانت او قرفل بعدين اصنفها. هنا ايش قد عابر؟ 10%، ايضا اقل من 50 سانت او قرفل. هنا 30، ايضا اقل من 50%، فاذا هاي تربه خشنه. هنا 56%،
أذن أكبر من 50%، فهاي التربة دي هسه مباشرة عرفتها هي تربة ناعمة. أروح شو صنفها باستخدام البلاستيسيتي شارت. البلاستيسيتي شارت شو يحتاج؟ يحتاج ليكويد ليمت وبلاستيك ليمت. هاي هو مطقيان نهاية السؤال، قيمة الليكويد ليمت والبلاستيسيتي ليمت. نجي على التربة، أول شيء هاي التربة دي راح نستمر إيش قد الليكويد ليمت مالتها؟ 55. إذا أكبر من 50، إذا إيش تصنف هاي؟ هاي بلاستيس، يعني قيمتها هاي بلاستيسيتي لأن أكبر من 50. تيجي تحسب البلاستيسيتي إندكس وتسقطها تعرف نوعها، هل هي كلي أو سلت. شوف بهذه شوف هسه السؤال حليت لك إياه بدون ما أسوي الخطوات. أهم شيء تضبط الخطوات بالتفصيل. هسه عرفنا هذه التربة إذا كان خشنة ناعمة العفو. طيب إذا دكتورة كانت التربة خشنة، شلون يعني خشنة؟ يعني العابر من منخل رقم 200، نرجع على أول صفحة، يعني العابر من منخل رقم 200 شبي كان أقل من 50%، أقل من 50%. إذا التربة تصنف كورسز. أما غرفل أو سانت، هسه أجي أبين نوعها، هل هي تربة حصوية أو تربة رملية؟ شنو الخطوات؟ أروح على منخل، لازم عندي منخل اسمه منخل رقم 7، تمام؟ هو الحد الفاصل بين من؟ بين الرمل والغرفل، بين الحصى والرمل. نجي هنا، هذا أول شيء نحدد عن طريق منخل رقم 200. منخل رقم 200 شو يقول؟ الحد الفاصل يعتبر بين الخشن والناعم. إذا كانت نسبة العابر أقل من 50%، أوكي حددناها أن هي خشنة. هسه أجي أصنف الخشنة، هل هي حصى جرافل أو ساند أو رملية؟ نجي شلون نحددها؟ هو منخل رقم 7، تمام؟ فنجد النسب، نقول نسبة من الجرافل شو يساوي لنا؟ نسبة الجرافل هو 100 ناقص نسبة العابر من منخل رقم 7. ونسبة الساندج قد يساوي لنا؟ نسبة العابر من منخل رقم 7 ناقص نسبة العابر من منخل رقم 200. هذين القانونين تكتبهن، هذين القانونين تكتبهن ضمن القوانين، تجد نسبة الجرافل ونسبة الساند، تمام؟ على أساس النسب تتصنف التربة، على أساس النسب هاي تتصنف التربة. طيب دكتورة، إذا ضمن سيت المناخل المنطي ما منطيني منخل رقم 7، إذا ما منطيني منخل رقم 7 ممكن ما ينطي مرات، إذا ما منطيك منخل رقم 7 لازم يعطيك البديل. البديل ما منخل رقم 7 يا هن منخلين، منخل رقم 10 ومنخل رقم 4. فهسه إذا ما منطيك منخل رقم 7 شلون تطلع العابر من منخل رقم 7؟ تقول هو العابر إذا ما موجود منخل رقم 7، فشلون أطلعه إذا ما موجود؟ تقول هو نسبة العابر من منخل رقم 10 زائد نسبة العابر من منخل رقم 4 على 2 وتطلع. طيب دكتورة، إذا ما منطيني رقم 7 وما منطيني العشرة والأربعة، يعني منطيني واحد من عتن، أما 10 أو 4 شو أسوي؟ الموجود هو تعتبره منخل رقم 7، يعني مثلا إذا منخل رقم 7 ما موجود ضمن سيت المناخل، تمام؟ لكن الموجود وما موجود 10 و 4 اثنينات، الموجود فقط 4، فتعتبر الأربعة هو 7. أو دكتورة ما موجود منخل رقم 7 ولا 4 فقط العشرة، فالعشرة تعتبره مباشرة هو منخل رقم 7، تمام؟ فقط في حالة العشرة والأربعة موجودات اثنيناتهن وما موجود منخل رقم 7 تطلع نسبة العابر من منخل رقم 7 من هذا القانون. فهذا القانون تكتبه وتكتبه نستخدمه عندما لا يوجد ضمن يعني سيت المناخل أو يعني نض المناخل منخل رقم 7 والموجود هو منخل رقم 10 بالإضافة إلى منخل رقم 4، طلع الأفرج مالته. لكن إذا موجود واحد من عتهن فتستخدمه مباشرة وتعتبره هو منخل رقم 7 إذا كان منخل رقم 7 ما موجود عندك، تمام؟ هسه نجي عرفنا وعرفنا نسبة العابر، هسه نجي نحدد نسبة العابر على أساس من منخل رقم 200. المنخل رقم 200 خلينا نشوف هسه حددناه، هسه احنا ساند أو جرافل بهذه الحالة حددناه من هذا نسبة العابر، هذا نسبة العابر مو قلنا هنا نسبة العابر من الرمل ايش قد هو، تمام؟ نسبة الرمل ايش قد؟ 100 ناقص العابر من منخل رقم 7. ونسبة الساند هو نسبة العابر من منخل رقم 7 ناقص نسبة العابر من منخل رقم 200، تمام؟ يعني نحسب نسب الحصى ونسب الرمل الموجودة في النموذج الاستعانة بذني المنخلين، تمام عيني؟ هسه وراها اروح اول تصنيف، حددت انه انا ايش قد الرمل عندي وايش قد الحصو، راح احدد تصنيفين، هل هو جيد لو سيء؟ جيد تصنيفين لو سيء، شلون احدد؟ اول شيء تروح على منخل رقم 200 تشوف على نسبة العابر من عنده، نسبة العابر من عنده اقل من 5% يصنف كيس اي،
نسبة العابر من عنده أكبر من 12% صنف كيس بي، نسبة العابر من عنده بين 5-12% صنف سي. هسه نجي لكل حالة بها تصنيفات داخلية. إذا كان ضمن صنف أي، التربة كانت ضمن صنف أي، يعني احنا حددناها خشنة، تمام؟ يعني العابر من منخل رقم 200 هو شبيه أقل من 50%، أوكي؟ إذن هاي خشنة. راح نجي شكد أقل من 50%؟ أقل من 5% يعني جزء العابر من منخل رقم 200 1% أو 2%، فيا يروح يا صنف. هسه إذا 2% يروح على كيس أي، زي إذا كان 7% وين يروح؟ على صنف سي، لأن بين 5 و 12. زي إذا كانت 15% وين يروح؟ على صنف بي، تمام؟ هسه نجي احنا اذا كانت ضمن صنف اي، شلون احدد نوع التربه؟ تحسب لها السي يو والسي سب سي، هذين القوانين تكتبهن ايضا ضمن ورقه القوانين. سي يو هو عباره عن دي 60 على دي 10، والسي سب سي هو دي 30 تربيع على دي 60 في دي 10. شخص دكتوره بالدي 60 والدي 30 تروح على نسبه العابر، وين نسبه العابر؟ تقرا 60% بالنسب تاخذ القطر مالتها، تمام عيني؟ وين نسبة العابر تقرأ 10% تاخذ الدايميتر مالتها، وين نسبة العابر اللي تقرأ 30% تاخذ القطر مالتها؟ يعني شلون دكتورة؟ تروح لهنا. هسه نروح على مثال، هاي مثال عندي امامي. هسه نجي على تربة اي، وين العابر نسبة 60% هذا، و 30% هذا، و 10% هذا. فهنا بالنسبة لتربة اي تاخذ وين القطر اللي قابل نسبة عبور 60%؟ 9.5. وين اللي قابل 30%؟ هذا. وين اللي قابل 10%؟ روح إلى تربة بي. وين اللي قابل عبور 60%؟ هذا هنا. شوف اختلف. وين اللي قابل 30؟ هذا. هذا الدياميتر، احنا نريد الدياميترات اللي يحكم لنا الدياميترات. وين اللي قابل 10%؟ هذا هنا يقابل 10%. لاحظ تربة سي، تربة سي وين اللي قابل 60 عتها؟ يقابل 30، هذا اللي يقابل 30. وين اللي يقابل 10؟ هذا اللي يقابل 10، تمام عيني؟ فهنا تختلف لكل تربة، تروح شقد نسبة العابر تشقد تحتاجه. إذا كنت تحتاجه مثلا تروح السقط تحتاج مثلا دي 60 ودي 10 ودي 30، شقد يعني شنو يقصد بي؟ يعني بهاي التربة نسبة 60% العبرة تشقد تقابل قطر، نسبة 30% العبرة تشقد تقابل قطر، ونسبة 10% العبرة تشقد، فنحتاج أقطار. يعني هاي الأقطار هي اللي نستخدمها بالقوانين، اللي هي معامل الانتظام ومعامل التقوس. نرجع لهن، هذا هو، نحسب معامل الانتظام ومعامل التقوس، الكوفيشنت اوف يونيفورميتي سي يو، والكوفيشنت اوف كيرفجر سي سب سي. فتحسب القطر هذا قطر الستين على قطر العشرة، وهذا قطر الثلاثين تربيع على قطر الستين في قطر العشرة. وعرفنا هسه شنو معنى قيمة الدي 60 والدي 10 والدي 30. بعد ذلك هسه نجي على أول شرط حتى نحدد التربة الحصوية. إذا كانت التربة حصوية نحدد هي جيدة التجرد، جيدة التدرج لو سيئة التدرج، نحسب السيو. وإذا الشرط هذا لازم الشرطين يتحققن، يلا تقول سيئة، يلا تقول جيدة. إذا واحد من الشروط خل أو اثنيناتهم أخلن بالشروط اللي خاصة بهم، فتعتبر التربة سيئة التدرج، بور الجريدد جرافل. لازم السيو أكبر من 4، والسي سي لازم أكبر من 1 وأقل من 3. يلا هنا التربة شو تصنفها؟ تصنفها ويل جريدد جرافل، يعني جي دبليو. بينما انتبه لها، وفي حالة عدم تحقق الشرطين اثنيناتهم أو أحدهما، فهذا يعني ان التربه سيئه التدرج، اللي ايش نسميها؟ بور جريدد، يعني بي، يعني تصنف جي بي يعني حصى سيئه التدرج، وجي دبليو يعني حصى جيد التدرج. نجي بالنسبه للساند، اذا كانت التربه ساند وحسبنا سي يو سب سي، سي سب سي، الشرط مالتها يختلف عن شرط الحصو. الحصى جد قلنا قيمه السي يو لازم اكبر من 4، بينما للساند الرمل ايش قد لازم قيمه السي يو؟ أكبر من 6. والسي سي نفس الشرط مال الحصى، لازم أكبر من 1 وأقل من 3. أيضا إذا الشرطين اثنيناتهم تحققان، فتصنف التربة جيدة التدرج، يعني اس دبليو. وإذا واحد من الشروط اختلف أو اثنيناتهم، فتصنف سيئة التدرج، فسي بي يعني رمل سيئة التدرج، تمام عيني؟ الحالة الثانية اللي إذا كانت التربة العابرة من منخل رقم 200 أكبر من 12%،
هنا لا، لازم تروح انت على اليمن تحسب السي يو والسي سب سي، تمام عيني، وتروح للبلاستيتي. يعني هنا ما نحتاج السي يو والسي سب سي اذا كانت اكبر من 12، تروح للبلاستيتي شارت، تمام عيني، وتحسب قيمة، تحدد نوع التربة، بس ما نحتاج نحددها هل هي التربة مثلا قيمتها هاي او لو، ما نحتاج، وانما نحتاج فقط نحدد التربة هل هي كلي او ام. شلون نحددها كلي او ام؟ مثل ما تعلمنا بالبلاستيتي شارت، نروح لهنا على اساس قيمة الليكويد ليميت، هذا هو على اساس قيمة الليكويد ليميت، لاحظ هنا الليكويد ليميت ايش قد قيمته، ونحسب البلاستيسيتي اندكس، ونسقط وقعت بالجزء العلوي من اللايل فتصنف شنو؟ بس سي، واذا وقعت بالجزء السفلي تصنف ام. بالتراب الخشنه ما يحتاج نبينها هاي او لو، ما نحتاج نبينها، فراح شو يصير اسمها؟ انا سبق ونوهت لكم بالمحاضره السابقه تقرون التسميات، شوف شو راح يصير اسمها اذا كانت تربه عابر اكثر من هذا، شوف لاحظ شنو يصير اسمها، اما جي سي او اس سي، يعني شنو؟ يعني جرافل يحتوي على نواعم طينيه، او حصو يحتوي على نواعم طينيه، او رمل يحتوي على نواعم طينيه، او حصى يحتوي على غريان يعني سلت، او رمل يحتوي على غريان يعني سلت. الحاله الثالثه اللي هي بين الخمسة وال12، هنا نحسب لازم الحالتين، اول شيء تحسب السي يو والسي السي يو للرمل والسي سب سي، وتقارن اذا جرافل لازم السي يو اكبر من 4، واذا السي للساند اذا لازم اكبر من 6، والسي سب سي اللي هو لازم اثنينات من 1 ل 3. هاي حققنا اول شرط، عرفنا نوع التربه هل هي ويل جريدد لو بور جريدد، بعدين التسميه المحتمله لها، بعدين نروح للبلاستيسيتي شارت، نروح للبلاستيسيتي شارت، البلاستيسيتي شارت نحدد نوع التربه الساند هل هي تحتوي على طين او على غريان، فهنا اذا كانت النسبه من 5 ل 12% لازم تسميتها تصير دبل، يعني لاحظ هنا جي دبليو جي سي او جي دبليو جي ام او جي بي، يعني حصى سيء التدرج، حصى يحتوي على اطيان، حصى سيء التدرج، حصى يحتوي على غريان، وهنا الساند، تمام عيني. هاي الحالات جدا ضروري تفهموها، هاي بتنسمي دبل بهاي الحالة الخشن اذا كانت التربة العابرة من منخل رقم 200 من 5 الى 12%. هذه الامور ضروري تفهموها بالتفصيل ان شاء الله، لانه على اساسها يتم حل الاسئلة بالتفصيل القادم ان شاء الله. على المحاضرة القادمة راح نوضح لكم حل الاسئلة، وراح ننزل الشارت الخاص اللي راح تعتمدونه اللي هو البلاستيسيتي شارت، يدخل وياك من الامتحان، تعتمده في حالة التراب الناعمة، في حالة التراب الناعمة، وكذلك في حالة التراب الخشنة وتريد تصنفها، التراب الخشنة وتريد تصنفها وكانت نسبة العابر من منخل رقم 200 هو من 5 الى يعني اكبر من 12% او من 5 الى 12%، تحتاج ايضا بلاستيسيتي شارت يدخل وياك الامتحان ان شاء الله. اذا عندكم اي سؤال او استفسار لحد الان تقدرون تراسلوني على القناة، نلتقي بكم ان شاء الله بالمحاضرة القادمة وهي تكملة لهذه المحاضرة، وراح نحاول نحل بها مسائل هذا الموضوع بالتفصيل ان شاء الله. الى ذلك الحين